رشيده من البوليكلينيك الحي الحسني. اليوم جينا فاتح معي كنخلدوا هذه الذكرى، الذكرى اللي كتقوم بدفاع العمال على الشغيله. اليوم جينا كنضطهدوا هذه الحكومه اللي ولينا كنعيشوا فيها، اللي هي قامت بواحد الغلاء الاسعار اللي هو جد مرتفع، اللي ما بقاش الناس يقدروا يعيشوا، لا المتوسط الدخل لا الناس اللي ما عندهمش. جينا ليهم كنناضلوا وكنندوا بهذا الغلاء الاسعار اللي ولا، وكنطالبوا بزياده في الاجور للطبقه الشغيله كامله.